papunta daw kami sa Rahla, tawag niya dito. Punta kami sa ano? Sa garden. Sa garden. طيب بداية باسمي وباسم شركة مونتانا للسياحة والسفر بإدارة السيد أشرف حماد بنحب نرحب فيكم ونتمنى لكم رحلة سعيدة إن شاء الله. طيب بديش أطول عليكم على الصبح شوي، خلينا نحكي أول شيء نشوف ما نعمل وين رايحين. بداية نحن عارفين وين رحلتنا، أم قيس عجلون شلالات راجل. والله صح ما مشيتش صح صحيح صح. طيب رحلتنا ان شاء الله عجلون جرش رحله، وبعد هيك بكون عندنا الغداء في مطروح ان شاء الله. اول شيء استنى متحركين يا جماعه على مدينه جرش، بداية زيارتنا راح تكون لمدينه جرش، ناخذ وقتنا الكافي في جرش، بعد هيك لا عجلون. طبعا كنا عارفين عجلون عشان التلفريك، وانا بدي اخبركم هسا عشان التلفريك عشان نكون كلنا ايد واحده نساندين بعض، لانه راح نواجه شويه مشاكل عند التلفريك. يعني باك جراوند ناتين يوم انا عم بسوي صالون بلانك باس. اتفقنا. لا لا شغلوه، كان مقفول لكن حاليا هسا طيب التشغيل. طيب اول شيء يا جماعه راح يكون في عندنا استراحه ان شاء الله على الطريق، مدتها من ربع ساعه لثلث ساعه، اللي ما افطر حب يشرب قهوته اهم شيء صح معانا. بعد هيك ان شاء الله تكون زيارتنا لمدينه جرش. يسعد صباحكم وصبحكم بانوار النبي. اول شيء بدنا نسمعه، خلينا نسمع دعاء السفر، وبعد هيك بس اهم نقطه عندي يعني. بتحبوا بيروت الصبح؟ طب عندي سؤال لكم. ايان نغا لودز ايتو يونغ انو تاوغ نيتو kalimutan ko ang pangalan. Tatanong ko pa kung anong pangalan nito. Basta nandito kami sa ano. Ayun na, dumating na kami sa sinabi kong Rahla. Hindi pa kami tapos. May pupuntahan pa kami. Ito pa yung ano una. Ano pa halos nito? Ayan, ito yung sa loob. Ito yung sa loob, mga lodge. Na barrels. Yung mga lumang 19th century dito na building na to. Ayan lang. Kaya iyan ako lang sa inyo. Ayan. Ayan. Dito sa gilid daming mga turisim pumunta, marami kami, maraming bus dito. Ayun bus sa baba, ayan bus yan. Thanks for watching. Ayan, pupunta pa kami doon sa unahan. Yun lang, may unahan na yun, yun, gano'n. May mga nakatayo doon, parang tubo. Ay, naku, nanindig yung buhok ko.